نظم أعضاء منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الدولية احتجاجا في بيروت طالبوا خلاله بإنهاء الحرب في غزة وبوقف فوري لإطلاق النار. ودعت المنظمة لوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي في غزة. وشارك في التظاهرة نحو 100 شخص طالبوا بالسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، مؤكدين أن غزة تعاني الحصار منذ عام 2007، مما يجعلها أكبر سجن مفتوح في العالم. على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن شن الحرب على المدنيين الفلسطينيين والقيام بعمليات التهجير القسري. إن الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية يجب أن تتوقف حالاً، ويجب أن يتوقف الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات.